لكم مع اقوى دوريات لعبه المدرب الافضل بالكامل. النهارده فعلا معانا اقوى تكتيك في اللعبه بالكامل لخطه 4-3-3، خطه بتكتيك اعجازيين جدا، خطه مرعبه جدا مع تكتيك خرافي جدا جدا جدا، هتقدر ان انت تستمتع بيه في فيديو وحلقه النهارده. فما تنساش انك تنزل تضغط اللايك على النيف دلوقتي وتشترك في القناه وانت ما تتفرج علينا. شو يلا بينا نبدا في الفيديو مع بعض. ورجعنا لكم من تاني من داخل الخطة ابطال زي ما انتم شايفين مع خطة 4-3-3 بي، وحتى لو ايه مش هتفرق، التكتيك بيلعب مع الخطتين زي ما انت شايف. معايا طبعا لاعب سوبر عثمان ديمبلي، الراجل اللي انفجر في الجولة الاولى في كاس العالم، فبالتالي نزلوه انفورم وكمان خلوه لونه احمر كمميز ان هو بيلعب في كاس العالم مش زي اي لاعب عادي. اما باقي اللعيبة فزي ما انت شايف مش عايزك تهتم غير بالداليه اللي عندك ده والدال شين اللي عندك ده وبس يا باشا، بالسلامة على باقي اللعيبه. حط اللعيبه اللي انت عايزها في باقي المراكز، المهم ان اللعيبه كلها تكون في مراكزها مظبوط، قوتهم مش هتفرق على قد ما انت تكون مهتم بالداليه والدالشين اللي هو الظهير الايمن والظهير الايسر بتوعك في خطتك. ده بالنسبه لتمركزات دفاعك. اما خط النص فانا حابب اقول لك ان انت يعني الاصح ليك ان انت لو بتلعب 4-3-3 بي فتهتم بالواو دال، اما لو بتلعب 4-3-3 ايه فنزل صانع العاب وتكون ايضا مهتم بيه عشان خاطر يقدر ان هو يلعب بشكل كويس جدا. اما خط الهجوم فاللي مش هوصيك بقى، فانت لو عايز تسجل فيا باشا اهتم بالهجوم كله، اذا كان اللي هي اللي هو المهاجم اليمين او راس الحربة او المهاجم الشمال وبس. ده كان بالنسبة للتمركزات بتاعت خطة 4-3-3 اذا كانت A او B، عشان خاطر نشوف اللقاء المرعب جدا اللي انا كسبته 9-0. فزي ما انت شايفين دكة البدلاء ايضا اللي بنصحكو ان انتوا تهتموا بيها عشان خاطر دي قوية جدا، وصدقني صدقني مفيدة جدا جدا في ماتشات كتيرة تفيدك في تغييراتك انها تكون سليمه وتكون صح، ما تضيعكش، ما تخليش لاعب ينزل مكان لاعب غلط تضيع نفسك وتضيع الفريق وتضيع الماتش منك. فبالتالي اهتم بدكه البدلاء بس يا سيدي. ده اللي انا حابب اقوله لك في تمركزات الخطه بتاعت 4-3-3 في انتظار التكتيك المرعب جدا اللي هنروح له دلوقتي مع بعض. اما التكتيك يا باشا اللي بيعتمد على الاجنب، بس قبل ما نكمل انا عايز اسال سؤال بس، يعني انت لو ما عملتش لايك يعني مستمتع والتمركزات وبتاع ورايحين على التكتيك المرعب جدا، يا عم انزل اخبط اللايك، اديك تحفزني وتخليني استمر في سلسلة التكتيكات القوية المرعبة جدا مع كل تحديث بينزل للعبة. فانزل اخبط اللايك، ولو انت مش مشترك بالمرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا باشا لحد عندك. ونرجع نكمل التكتيك بتاعنا اللي بيعتمد عقليته على اللعب على الاجناب زي ما انت شايف. عقليتنا اكيد بقول لك اهتم بظهرين، فاعرف دايما ان هقول لك على الاجناب بالنسبة اذا كانت 4-3-3 بي او حتى 4-3-3 اي. التمركزات يا باشا اللي بتلعب هجوم ثابت في مكانه والوسط ثابت في مكانه والدفاع هيكون هجوم الظهرين. هتقول لي ايه ده يا عم وانا مش هلعب بيها وانا اضعف؟ هقول لك لا، للاسف لازم تكون اقوى عشان تضرب تسعات وعشرات وتجيب ارقام قويه جدا جدا جدا، شبه اللقاء اللي انا هسيبه لكم بعد ما نخلص التكتيك. هنستعرض مع بعض اللقاء اللي انا كسبته 9-0 عشان اوري لكم بالدليل اللقاء ان انا كسبته، عشان ما حدش يجي يقول لي انت كنت بتلعب نفسك ولا انت عامل مدرب ولا الكلام ده كله. هوري لكم الماتش فعلا رسمي واتلعب قدامكم وكل حاجه. فده بالنسبه لتمركزات الخطه اللي هتكون قدامك، الهجوم فقط، الوسط في مكانه والدفاع هجوم الظهرين. اما سيدي الرقابه فاللي هتكون دفاع منطقه، والتسلل اللي هيكون نعم عشان خاطر انت بتلعب باتنين كده قلوب دفاع، فبالتالي انت لما تهاجم الظهرين تخلي قلوب الدفاع بتوعك يزيدوا بحيث انهم يلعبوا على مصيده التسلل عشان خصمك ما يعملش زياده عدديه في الهجوم بتاعه على الاتنين اللي هيكونوا في الدفاع عندك دولت، فتقدر ان انت تبقى مامن نفسك من المرتدات وكمان من الهجمات الخطيره بتاعه خصمك. اما المفاجاه في الارقام اللي هتكون معانا 59-60-80 زي ما انت شايف، دي اقوى ارقام لخطة 4-3-3 حرفيا حاليا بعد التحديث. 59 ضغط على خصمك اللي هتفاجئه ان انت هتسيب له الملعب، هتبقى ضغطك متوازن اللي هو انت هتضغط شوية وترخي شوية، هتضغط شوية وتسيب له الملعب شوية بحيث ان هو انت تدي له فرصة ان هو يقدر يهاجمك ويفتح خطوطه. اما الهجوم اللي هيكون 60 في بدايته، مش هنتهور في الهجوم قوي عشان خاطر نبقوا متوازنين، نبقوا مظبوطين واحنا بنهاجم بحيث ان احنا ما نضيعش كور كتير وما نضيعش فرص كتير، لا، بحيث ان احنا نستغل كل الفرص اللي تجيلنا عشان نضيع مشكلة تضييع الفرص الكتير بالنسبة لكتير مننا مدربين وكتير فرق احنا بنلعب بيها. اما اللعبة من لمسة واحدة فده اللي هيوصلك بسرعة كبيرة جدا لمرمى الخصم، ان انت بقى تقدر تستغل السرعة في التمرير ان انت توصل وتسجل وتهدف هدف واثنين وخمسة وستة وعشر اهداف كمان تقدر ان انت تسجل منهم كل الاهداف اللي انت عايزها. اما سيدي قطع الكرات فاللي هتعمله عنيف اذا كان الحكم اخضر او ازرق او اصفر، هتعمله عنيف. اما اذا كان
احمر او برتقاني فهتنزله وتعمله مقبول عشان خاطر تتفادى الطرد والكلام ده كله اللي بيضيعنا وبيودينا كلنا في داهيه. فبس كده مش نايس ان اقول لك غير ان ده كان اقوى تكتيك مرعب جدا ل 4 3 3. فانا اعتقد ان الناس نزلت وعملت لايك, يعني نيه حفرض النيه الخير ان الناس نزلت وعملت اللايك عشان تحفزني الاستمرار في السلسله. اما الناس اللي ما عملتش فانا زعلان منك ان انت تستمتع بتكتيك مرعب زي ده وفي الاخر تطلع من غير ما تعمل لنا اللايك حتى يا عم لو ما اشتركتش, على عيني على راسي وجودك شرفنا. بس كده سيدي مش نايس غير ان اوريك اللقاء المرعب جدا اللي انا لعبته وكسبت فيه 9-0 زي ما انت شايف في دوري قوي جدا. رابيوت عثمان ديمبلي بنزيما ديمبلي بنزيما رابيوت وديمبلي ما شاء الله. ديمبلي باين 5 اجوان 19 تسديده سجلت منهم 9 وده رقم كبير جدا جدا استغليته مقابل 6 للخصم ما قدرش يسجل ولا واحده اللي كان بيلعب ب 4-4-2 بي وانا اللي كنت بلعب ب 4-3-3 بي بنسبه استحواذ 70% زي ما انت شايف. ادي يا سيدي الخطه حتى اللي انا لسه مريها لكم, وادي الباك اليمين اللي عندي وادي رابيوت اللي سجل هدفين بنزيما اللي سجل هدفين وديمبلي اللي سجل 5 اهداف. طبعا اللاعب الانفورما القوي جدا اللي اللعبه منزلاه انفورما بسبب طبعا تالقه في كاس العالم 9-0. وادي قدام حضراتكم هسيب لكم دلوقتي الفيديو بتاع النتيجه الرسميه للقاء حتى عشان اثبت لكم قد ايه ان اللقاء ده كان حقيقي وبجد ومش هزار وان انا ضحك عليكم بنتيجه او فوتوشوب والكلام ده كله. فبس كده يا سيدي ده كان الفيديو معانا النهارده لخطه 4-3-3 المرعبه جدا جدا جدا. فلو انت ما عملتش لايك انزل اضغط اللايك على الفيديو دلوقتي واشترك لو انت ما بتتفرج علينا. اشوفكم في فيديو جديده باذن الله قادمه. سلام عليكم.